هلا انتقلنا هايدي لفقرتنا الثانية واكيد خصصناها فيها لحتى نضوي على شابة موهوبة اليوم قدرت تجمع جميع المواهب تقريبا منها الصعبة ومنها اللي ممكن تكون متواجدة عند الكل، ولكن هي الصبية اليوم بالإضافة لدراستها بالعلوم السياسية استطاعت انه تكون مبدعة بالتعليق الصوتي وكتابة القصة القصيرة وايضا المكياج السينمائي. وبالعادة يا عفاف يمكن بنعرف انه الصبايا والشباب بمرحلتهم الجامعية صحيح. بيكون كل تركيزهم على يمكن تحصيلهم الدراسي، ولكن اليوم الشباب السوري يمكن عم بيغيروا هي القاعدة، عم يحاولوا يلجأوا لتنمية مواهب عديدة بالحياة ان كانت قريبة من مجال دراستهم او كانت بعيدة، وهذا اليوم شيء صاير عند موهبة ضيفتنا عم تجمع بين ثلاث مواهب بعيدة كل البعد عن مجالها الدراسي. رح نتعرف عليها أكثر وعلى بداية مشوارها. خلوني رحب بضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو الشابة الموهوبة دانا العلي. يسعد صباحك يا دانا. صباحك يا أهلا وسهلا. أهلا فيكي. صباح الخير دانا. صباح النور. كيفك؟ تمام. أول شيء هلا صرتي زميلة، يعني اثنيناتنا علوم سياسية ولازم هيك نكون شوي بنفهم على بعض، بس خلينا ننتقل يعني شوي هيك لموضوع الكتابة، كتابة القصة القصيرة. يعني أنت هون أول شيء التجأتي له، كيف كانت رحلتك؟ وبس تخلصي بدنا نسمع شيء او نشوف شيء. اكيد تكرم عيونك. هلا انا عندي شغف بالكتابه من صغر، كثير بحب الكتابه وبعتبرها مثل هي انه ملجئي، انا بسميها انه الكتابه هي ملجئي الامن. فمن صغري انا بحب اكتب. بمرحله من مرحلتي الدراسيه ايام المدرسه انستي بالمدرسه حكت لي شايفه فيكي مشروع كاتبه. هالكلمه خلتني يعني اعطتني حافز كبير لانه خلاص انا هون بدي من هاللحظه بدي بلش انطلاقتي. بالفعل من هاللحظه قررت اني اطور موهبتي واشتغل عليها اكثر لحتى اترك بصمتي. ومن وقتها انا بكتب، بحب اكتب قصص قصيره، خواطر، وحتى احيانا ممكن سيناريوهات وهالقصص. يمكن اليوم هايدي دانا لعبت على الوتر الحساس انه قصه قصيره. اليوم صحيح. اغلب الاطفال او اغلب الاشخاص ممكن تضيق اخلاقهم من القصص الطويله، صح. فممكن ياخذوا عبره من كم كلمه او من كم جمله. صح. ويمكن قالت انه هي بلشت من عمر صغير. يعني بلشتي من عمر صغير، اكيد كان في حدا داعم لك، او نحكي اكثر عن بداياتك ونتعرف عن مشوارك، كيف بلشتي، مين يلي دعمك لحتى وصلتي لهون، كيف اكتسبتي وطورتي اليوم من امكانياتك؟ هلا انا اول شيء كنت هيك لحالي انه مثل انه عم جرب، يعني انه بحب افرغ مشاعري، بحب افرغ او انه اكتب هيك شيء بحبه. مثل ما قلت لك انه انستي بالمدرسه وقتها دعمتني، فقررت اني بلش خطوتي. كيف بلشت؟ بلشت مع فريق من الكاتب وكاتب، هن هو الفريق اللي احتواني واحتوى موهبتي، وبلشنا سوا طورتها وهلا انا مشرفه فيه. فكتير يعني هيك فخوره بالخطوه اللي وصلت لها، وان شاء الله بوصل لسه لمراحل اكبر. عم نشوف دانا بعض الصور لإلك من المكياج السينمائي، يعني لا. كمان في بعد بينها وبين دراستك وبين الكتابه. قبل ما ننتقل على الرابط بيناتهم، او انت يعني شو الرابط اللي خلاكي تجمع هدول الامور المختلفه، خلينا نحكي عن المكياج السينمائي والتعليق الصوتي كمان، كيف بلشتي فيهم او ايه بالاول حسيتي الاقرب لإلك كمان؟ هلا المكياج السينمائي كمان بحبه من زمان، بس اول مره جربت بتذكر يمكن شي 5 سنين ما زبطت معي، فتركت عشانها، حكيت خليها مع الوقت، احتمال اذا رجعت جربت مره ثانيه احتمال تزبط. فجربت السنه الماضيه، قررت اني اطور فيها، وهيك يعني مني لحالي الفكره بتطلع براسي بعملها، يعني هيك شيء بفرغ فيه طاقه وشيء بحبه. والتعليق الصوتي انا عندي شغف بالاعلام بشكل كثير كبير بشكل رهيب. فمن شي سنتين تقريبا كان في كورس تم اعلان عنه على النت للتعليق الصوتي. انا ما كنت عارفه وقتها شو هو التعليق الصوتي، بس شي بخص الاعلام رحت على الكورس وبوقتها اكتشفت شغفي بهالمجال. تمام دانا، خلينا نرجع شوي للمكياج السينمائي. كلنا بنعرف انه هذا المجال كثير صعب ويمكن بده قوة قلب. خبرينا اكثر اليوم من وين تعلمتي اساسيات هذا المجال؟ هل من اليوتيوب او من السوشيال ميديا، او سجلتي بدورات معينة او اماكن كانت متخصصة بهذا المجال؟ خلينا نوضح اكثر عن الموضوع. هلا مبدئيا هون عندنا ما في كورسات للمكياج السينمائي، دورت كثير حاولت ما في. الافكار اللي كانت تطلع براسي حاولت اني ما اشوف شيء على النت مشان ما احاول قلد، يعني بحب هيك يكون شيء استثنائي او شيء خلص فكره طالعه مني من ذاتي يعني.
بالنسبة لقصص الدم والحروق وهالشغلات هي، بس تعلمت كيف تنعمل العجينة، فالعجينة بعملها ايدي والدم بعمله ايدي وبطبقها كمان. يعني هذا الإجرام كله اللي عم نشوفه هذا من صنع تفكيرك وخيالك. لانه ادوات المكياج السينمائي كمان هون بالبلد ما في، واذا بتلاقيها كثير صعب حتى تلاقيها، عشان هيك خلاص كله بعمله ايدي وتطلع الفكره. تمام. دانا خلينا نرجع على الموضوع اللي اقرب كان لك واللي بلشتي فيه من انت وصغيره، هي كتابه القصه القصيره. معك شيء نسمعه او شيء؟ خلينا نصدق نعرف. يعني اليوم دانا جمعتي كتير شغلات لبين ما لقيتي القصة، فأكيد بدنا نوضح للمشاهدين شو نسمع شوي من كتاباتك، نعرف شو نمط الرابط اللي بيربط بين هدول الأشياء المختلفة مع بعضها. هلأ أنا عندي قناعة تامة أن الإنسان بيقدر يكون مبدع بأكثر من شغلة، ويعني حتى لو كان مثلاً 10 شغلات فينا يكون واصل للمركز الاول بكل هالشغلات طالما هو عنده شغف وحب بهدول الشغلات كلهم. يعني انا هلا دارسه علوم سياسيه عم بدرسها يعني، وكمان دارسه معهد مساعد صيدلي، فبتلاقي كل وحده من ديره، بس كل وحده انا بحبها فبقدر اني ابدع فيها، فعندي هالقناه وكثير بحبها. خلينا نسمع شيء منك دانا. نصي بعنوان موتى، اصور بكاميرا عيني ورقه عاريه من الكلمات، أحاول خياطة بضع حروف لها، فأنفض الغبار عن يدي وأستل قلمي وأكتب. دمشق، 13 من الشهر الثاني لعام 2023، 12 بعد منتصف الأرق. أتوقف عن الحياكة وأقذف بالورقة في سلة الأفكار المنفية، ربما تحظى بفكرة ما لتستر عريها عوضا عني. أسحب نظري إلى الطاولة، فورقة جرداء أخرى، وتمتم لا بأس بمحاولة أخرى، وأكتب. بعد ليل مصاحب لأرق طويل، ومع محاولتها 9 في النوم، تحصي دموعها، تركل شفاهي زفرة قوية، ثم أنتقم من تلك الورقة أشد تمزيقا. أصرخ على عقلي، ألم تلقى سوى هذه البدايات الاعتيادية التقليدية؟ حقا أبله. ألقي بأسفي على الأوراق، علهم يجدون حائكا أخير مني، أكفنهم مع ذاك القلم وأدفنهم في درج مكتبي، وإلى وداع أخير ربما، أرمي بسنارة شرودي إلى بحر التشتت. كنت لا أريد الاعتراف بهزيمتي، فبعدما اتخذت من الكتاب انتصارا لي، أنا الآن هزمت من الكتابة نفسها، وقد بات ملجئي الوحيد مقفر يحيط به الجمود من كل جانب. أتساءل عن طريقة أخرى لأصف أجهزة قلبي، أو خمود لمعة التفاؤل التي كانت جوف عيني تلتهب. بعد الآن من سيدثر جوفي من برد الخوف؟ كيف سأحضن نفسي بين النصوص ثانية؟ تساؤلات تفتك برأسي بكل ما لديها من شراسة، لكن السؤال الأهم، هل لأحدكم أن يعزي وطني لفقدها أبنائها عوضا عني؟ ثم إني أعزي نفسي لفقيدتها، وأنتم قدموا العزاء لذوي، فقد أضحينا، وأقصد بالنا قلمي، أوراقي، بعضا من أحلامي، ما أملك من كلمات، وأنا يعني جميعنا موتى. يعطيك ألف عافية. يعني نصاً وإلقاء شيء كتير حلو دانا، ويلي لفتني أنه اليوم عم تقرأي هي القصة بطريقة التعليق الصوتي، اليوم عم تاخدي نبرة، قديش يمكن هذا التعليق الصوتي اليوم عم يساعدك أنك تاخدي نبرة صوت؟ صح. أنت قادرة اليوم تتحكمي بصوتك بأي شيء ممكن تقرأيه. صح، لأنه هيك مثل ما قلت لك أنه التعليق الصوتي هيك أخذ مني شغف وحب لإله،
فبالفعل يعني لما بتقرأي نص غير لما بتلقي نص. صحيح. فبتعطي المشاعر اكثر، يعني بتعطي النص حقه اكثر. ذكرتي دانا كمان انه انت هلا كمان عم تتبعي كورس مساعد صيدلي، فيعني انت جامعه من كل شغله اليوم، كيف بدك تلحقي على كل هاي المواهب؟ كيف بدك تنميها؟ او شو في عندك تحضيرات بالفتره القادمه ممكن انه تساعدك لحتى انك تثبتي على شيء معين؟ هلا مبدئيا ما رح ثبت شيء معين، يمكن حاول اجمع كذا قطع سوا واطلع بقصص جديده مستقبلا، يعني من هون السنه الجاي نشوف دانا ثانيه بمواهب اخرى كمان، لانه بحب مثل ما قلت لك الانسان لما بيحب شغله بيقدر يبدع فيها، فانا حابه كل هالقصص فان شاء الله رح ابدع فيهم كلهم. بس كمان يمكن عندك موهبه هيك قريبه منك بتحسيها بتشبهك اكثر شيء، بتعطيها وقت منك، شو هي اكثر شيء اكثر موهبه اليوم عم تركزي عليها، ان كان من تعليق صوتي او المكياج السينمائي او الكتابه؟ كتابه اكثر شيء اللي بلشت فيه اول شيء، هي اكثر شيء اخذ حيز من حياتي. يمكن هون الكتابه مرتبطه عندك بالتعليق الصوتي، الشيء اللي بتكتبي انت، فيكي تحكي مو بس انه انت كتبتي من خواطرك ومن عقلك، ومن كمان عم يلامس الظروف اللي عم تعيش فيها سوريا ودمشق اليوم، يعني ملامسه للظروف، وكمان عم تحكيها بطريقه احساسك، يعني هذا الشيء، هدول الشغلتين خلينا نقعد نربطهم ببعض. خلينا ننتقل شوي عم تحكي انه انت عم تعملي هلا كورسات مساعد صيدلي، كيف انت ما بتحسي بالتشتت؟ مو لازم تحسي انه اليوم انا لازم اركز بشيء محدد مشان ابدع فيه، ولا ما في تشتت بتقدري تركزي بكل وحده؟ يعني قصه مساعد صيدلي شوي بعيده عن كل هاي المجالات. صح، لا ما بحس بالتشتت ابدا، لانه الصيدله الكيمياء وهالقصص هي انا كثير كمان بحبها، والعلوم السياسيه كمان بحبها، الاعلام، الكتابه، التعليق الصوتي، المكياج السينمائي، فينا نحكي التمثيل المسرحي كمان ببداياتي باذن الله، فلا هدول كلهم يعني هيك اخذين حيز مني وعم بعطي كل واحد هيك من طاقتي. شو بتعملي لحتى تركزي؟ يعني ممكن تكوني قدوه لكثير من الاشخاص. صح. ممكن بيحلموا انه هنن يعملوا كذا شيء بحياتهم بس ما بيقدروا على التركيز، شو في طريقه هيك ننصح فيها انه يقدروا يركزوا بكذا شيء بنفس الوقت؟ ترتيب الوقت. هلا انا اول شيء بلشت بالكتابه، لما قويت حالي بالكتابه بلشت تعليق صوتي، لما تمكنت شوي من التعليق الصوتي بلشت مكياج سينمائي، فما كلهم سوا، يعني لما اتمكن من شغله بلش بالثانيه وبقوي حالي بهي، برجع بقوي حالي بهي. تمام. اليوم يمكن اي شاب او صبيه طموحين وعندهم اهداف بالحياه بتلاقيهم بيواجهوا كثير من الصعوبات والتحديات بالحياه، شو هي الصعوبات يلي واجهتك خلال طريقك؟ هي فينا نحكي يعني هيك شوي خاصه، بس واجهتني ولاني بحب فما خليتها يعني تأثر عليك. لا انا بدي اكمل، انا بدي اترك بصمتي، بدي اترك اثري، بدي اوصل لليوم يلي حدا يطلع فيني يحكي هي قدوتي. عندي هذا الطموح. تمام. اكيد بالنهايه دانا كلنا عنا ظروف، ان كانت اجتماعيه عاطفيه عمليه، الحياه اكيد ما بتخلى من المشاكل، ولازم اي حدا اليوم يتغاضى عن هي الظروف يحطها على جنب ويركز على اهدافه. اليوم شو هيك نصيحه انت بتنصحيها؟ ما بدي اقول لك للشباب اليوم، لدانا، خلينا بنهايه فقرتنا نحكي شوي انه انت شلون بتساعدي حالك لحتى تقدري تتخطي كل هي المشاكل، او النصيحه اللي بتنصحيها لحالك. هلا من شي 6 سنين سئلت انه شو الرساله اللي بتعطيها لنفسك، فحكيت رسالتي الى نفسي ساجعلك فخوره جدا، فهي العباره اللي كل ما مثلا فكرت وقف او احبطت من شغله لا بخليها حافز انه لا دانا بدك تكملي لحتى توصلي، لانه لسه انت ما وصلتي، استعدك بالبدايه. تمام. دانا خلينا نرجع شوي للتعليق الصوتي، يعني اليوم بتلاقي انه عنا في انواع للتعليق الصوتي، شو اكثر شخصيه او صوت اليوم بتحبي تقلديهم بالتعليق الصوتي؟ الاخباريه، التعليق الاخباري. تعليق في منهم مثلا بيقلدوا الاطفال، صوت ست كبيره، هذا الدبلاج ما دخلتي هذا المجال لسه او سجلتي كورسات؟ لا لسه، يعني لسه ما تعمقت فيه اكثر، بس كمان كثير حلو، شكلها ناويت له. تمام. اكثر شيء التعليق الاخباري. اكيد بيناسب الكتابه اليوم. اليوم اكيد بنتمنى لدانا انه يعني تنمي كل شيء في مواهب عندك، تستاهل وتحققي كل شيء بتطمحي فيه، وتكوني هيك قدوه لكثير من الاشخاص. بتحسي حالك دانا اليوم قادره توقفي على ستيج او مكان تعطي فيه، تكوني انت المعلم او المدرب فيه؟
حاليا فينا نحكي 80% باي مجال؟ فينا يعني تعليق كتابه اكثر. طيب كيف عم تكون ردود افعال الناس، الاهل، الرفقه على شغلك، على مواهبك اليوم؟ عم بيكون في دعم منهم؟ طبعا اكيد اهلي دعم الاول، امي وابي دعم الاول لإلي، فهن بدعموني بحفزوني لحد يعني انا وصلت لهون، انا حاليا معكم هون من وراء دعمهم وتحفيزهم. ف يعني هيك بتطلعوا فيني انه دانا انت كيف ملحقه هاد كله، كيف عم تبدعي بهاد كله، فبحب يعني هذا الجانب. اكيد يعني هي نظرتهم لحالها بتكون بتعطيكي دافع وتحفيز لقدام. نتمنى لك كل التوفيق اليوم دانا، واكيد المزيد من الازدهار والتفوق. تسلمي يا رب. شكرا لك يا دانا، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح بحياتك. شكرا. اهلا وسهلا.